عايزك تعرف الناس مركزك ايه؟ انا بلعب راس حربة، وممكن يعني بلعب راس حربة راس حربة تاني، يعني المركزين. يعني بقالك كام سنة في النادي الأهلي؟ بقالي 4 سنين. طيب قول لنا انضميت ازاي للنادي الأهلي؟ جيت على طريق اختبارات أو النادي الأهلي شافك في نادي؟ يعني انا الفكرة جت سنة ازاي؟ اللي هي اخر سنة 2004، كان ساعتها كابتن ياسر رين ماسك الفرقة. كنت جيت فترة معايشة يعني مع كابتن ياسر، بس حصل بقى ساعتها سنة الكورونا وكده، فكله بقى قاعد في البيت. جينا بقى السنة اللي بعديها سنة الدمج، دمجوا 2004 و2003 مع كابتن محمد شرف وكابتن إسحاق أول. بقت فرقة واحدة. بقت فرقة واحدة، والحمد لله يعني كنت من الناس اللي اتصعدوا من 2004 مع 2003 يعني. كويس. مشوارك مع الأهلي في ال4 سنين، مين المدربين اللي عدوا عليه؟ الأول سنة مع كابتن شرف وكابتن إسحاق، في نص السنة كابتن شريف كان مسكنا شريف برضه. عبد الفضيل. كابتن شريف عبد الفضيل. بعد كده كابتن سيد غريب السنة اللي بعديها، وبعد كده السنة الثالثة كابتن شرف جه مسكنا تاني، قعد معانا السنة اللي فاتت والسنة دي بس. وبعد كده في نص السنة كابتن أحمد عبد الظاهر كمل معانا يعني. تمام. في فترة المدربين دول، مين المدرب اللي أثر فيك وتعلمت منه وساب فيك بصمة؟ طبعا كابتن محمد شرف ليه فضل كبير بعد ربنا يعني، ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي، هو وكابتن اسحاق اول. وطبعا السنه دي كابتن احمد عبد الظاهر يعني دايما بيديني الثقه، وان شاء الله اكون على قد الثقه يعني، وبيدينا نصايح وبنشكره يعني على مجهوده معانا يعني. تمام، نروح لإسلام عبد الله. إسلام.